مشاهدينا الاعزاء ومشاهدي قناه العراقي الفضائيه، حلقه جديده من برنامجكم برنامج جذور. مشاهدينا الاعزاء، اليوم راح تكون حلقه خاصه مناسبه يوم العالم لحقوق الانسان. اكيد راح نلتقي مع شخصيات من المكونات والاقليات العراقيه في هذه المناسبه الجميله، وراح اتعرف على تفاصيل كثيره من خلال برنامجكم برنامج جذور من قناه العراقي الفضائيه. اهلا وسهلا بكم. شبكة تحالف الأقليات تحتفل سنوياً بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية واللغوية أو القومية والأثنية، وبتاريخ 18 كانون الأول في كل عام تحتفل الأقليات العراقية في هذه المناسبة. ومنذ عام 2016 حتى الآن يجتمع جميع الأقليات العراقية ويحتفلون بمناسبة وثيقة مهمة للاعتراف بهويتهم وعدم التميز والمساواة أو إشراكهم في الحياة العامة. ودأبت شبكة تحالف الأقليات العراقية وبالتعاون مع منظمة الانبثاق وبدعم من المنظمة النرويجية لإحياء يوم الأقليات العالمي الذي تقيمه سنوياً، حيث أقامته عام 2016 في بغداد، وفي عام 2017 أقامته في كركوك، وفي عام 2018 أقامته في البصرة، وفي عام 2019 أقامته في نينوى، واليوم أقامته في بغداد. أمسية غنائية وشعرية وكلمات لممثلي الأقليات وفعاليات أخرى. مشاهدينا الأعزاء، مستمر وياكم خلال برنامجكم جذور من قناة العراقي الفضائية. مثل ما تعرفون اليوم أكيد مناسبة عزيزة، مناسبة اليوم العالمي لحقوق الأقليات. تعالوا معنا نلتقي مع الأستاذ أدد يوسف، رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية. مرحبا أستاذ أدد. أهلا وسهلا أستاذ جاسم. أهلا وسهلا أستاذ أدد. اليوم أولا مبروك لكم هذه المناسبة العزيزة، مناسبة إعلان العالم لحقوق الأقليات. خلينا نتحدث بهذا الموضوع. حقيقة احنا سنويا كشبكة تحالف الأقليات العراقية نعمل احتفالية بسيطة بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين للأقليات القومية والإثنية والأقليات الدينية واللغوية. عملنا هذه الاحتفالية سابقا في محافظات عدة في العراق. هذه السنة كان قررنا أن نسويه في العاصمة بغداد. أي محافظات خلينا أعرفها؟ يعني ممكن في البصرة عملنا سنة، في سهل نينوى كان هناك سنة، هذه السنة هو دنقيمة في بغداد. حقيقة هذه الاحتفالية هي بدعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي. نعمل على تعريف المواطنين وأيضا كل الناس بمحتويات الإعلان العالمي لحقوق الأقليات، وأيضا ما هي الحقوق المترتبة على الدول لضمان حقوق هذه الأقليات والمحافظة على وجودهم. الأقليات العراقية الآن متواجدين من البصرة إلى زاخو، يعني من خلال كونك أنت رئيس تحالف اليوم ماخذين دورهم حقوقهم برأيك؟ حقيقة هو موضوع الحقوق بجزئيات كثيرة، يعني لا يقتصر في جزئية واحدة. لو نتكلم عن موضوع الدستور العراقي، فحقيقة الدستور العراقي يعتبر من أفضل الدساتير في المنطقة، ورغم بعض المآخذ الموجودة عليه وآلية صياغته، لكن مضمن الدستور العراقي كثير من الحريات وأيضا كثير من الحقوق للأقليات. لكن المشكلة هي في موضوع التشريعات التي تعتمد على النصوص الدستورية. لا زلنا نفتقر لتشريعات تخص حقوق الأقليات داخل العراق، وخصوصا أنه العراق موقع على كثير من الاتفاقات الدولية واللي هو ملزم بما تحتوي هذه الاتفاقيات في موضوع حماية الأقليات والحفاظ على وجودهم وتراثهم ولغتهم إلى آخره من الحقوق. أدد اليوم أنت رئيس شبكة تحالف الأقليات وابن الموصل، اليوم نشوف يمكن عودة النازحين والمغتربين خاصة في سهل نينوى، هل بدأنا يعني بعودتهم إلى بيوتهم مناطقهم، وماذا عن خدماتهم في محافظتين في سهل نينوى؟ حقيقة موضوع العودة بدأ بعد التحرير، لكن ليس بمستوى الطموح. هناك تحديات كبيرة أمام موضوع العودة، يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات
فعالة لتساعد هذه الأقليات في هذه المناطق، تحديدا سهلنينا وسنجار ومركز الموصل، للعودة لهذه المناطق والاستمرار بحياتهم الطبيعية اللي كانت موجودة، وعدم اتخاذ قرار الهجرة خارج القطر حقيقة، لأنه كثير من الأقليات حاليا وجودها مهدد داخل العراق، ويجب على الدولة أن تعمل على آليات حماية واضحة لحماية الأقليات وضمان بقائهم داخل العراق. احنا راح تتواصلوا ان شاء الله مع تحالف مع الأقليات العراقية في السنة القادمة، هناك نشاطات حسب ما اعرف يعني ماذا عن 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 الأقليات يعني من خلال عملكم، يعني هناك في العام القادم راح يكون نشاطات متميزة تخدم الأقليات اكثر وعودتهم اكثر لمناطقهم؟ يعني كتحالف أقليات عراقية حقيقة نحن كعمل مؤسساتي لدينا خطة خمسية نعمل عليها، وخطة أيضا سنوية. هذه الخطة تعتمد على البرامج التي نعمل عليها خلال هذه السنة والسنوات القادمة. أكيد كل ما ممكن أنه نقدم لضمان وجود الأقليات والمحافظة على حقوقهم وآليات حمايتهم، وأيضا ممارسة كافة حقوقهم الثقافية والسياسية والإدارية داخل مناطقهم وداخل العراق، احنا راح نكون الجسر بين الدولة العراقية والأقليات لتحقيق هذه الحقوق. سؤال أخير، ماذا تطلب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية عن عملكم وعن الأقليات العراقية كونك أنت رئيس شبكة تحالف أقليات؟ حقيقة الدولة العراقية لازم تشعر أنه هناك أقليات مهددة، مهدد وجودها، ويجب أن يكون لها قرار واضح وصريح لحماية وجود هذه الأقليات عن طريق آليات حماية وضمان حقوقهم، لأنه العراق يتجه باتجاه اللون الواحد، وأيضا خسارة ألوان من الفسيفساء العراقية، يجب الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الاتجاه. شكرا لك أستاذ أدد يوسف، رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، استمروا وياكم خلال برنامجكم الجذور، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، استمر وياكم خلال برنامجكم الجذور، ايضا التقي مع الست النشطه والمتميزه الناشطه ست جنان صليو، رئيس جمعيه عاشور بني بال، وايضا عضو في شبكه تحالف الاقليات. اهلا وسهلا بست جنان. اهلا بك. احنا اليوم سعدنا نلتقي وياك وحضرتك، اهلا وسهلا بك. اسعد. اليوم كان احتفاليه جميله ومناسبه جميله، وخلال مشاركتك ممكن نتحدث عن مشاركتك وكيف شاهدتي الاحتفاليه اللي تهتم بحقوق الاقليات العراقيه؟ الحقيقة احنا يعني نشكر شبكة التحالف بكل كوادرها على إقامة هذه الأمسية الجميلة بمناسبة يوم إعلان حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، يعني نتمنى أنه تكون نتائج على أرض الواقع من خلال عمل الشبكة والمنظمات اللي تعنى بالأقليات تكون أكو نتائج حقيقية على أرض الواقع وضمن هدفها الحقيقي. اليوم احنا نشاهد يعني شبكة تحالف الأقليات من الرجال من النساء، حضرتك اليوم يعني ما شاء الله، ايضا خلينا نتحدث ايضا عن المكون المسيحي، كونك انت من الناشطات البارزات، ممكن نعرف تواجدهم يعني وين في العراق وفي اي محافظات يتواجدون اكثر؟ نعم، الحقيقه انت مثل ما تعرف الاقليات المسيحيه ايضا يعني المكون المسيحي يتاثر بتاثيرات الوضع الامني والحروب اللي طالتنا والتهديدات والهجره طالت الاغلبيه، فالغالبية هي طلعت أكيد للخارج، خارج العراق، منتشرين بين الأردن وأوروبا وأمريكا، ولكن تواجدهم في العراق هم الغالبية العظمى في مناطق الشمالية أربيل ودهوك، وأيضا القسم خلينا نقول النسبة المتوسطة هي في بغداد بقت، وعندنا عوائل قليلة موجودة في الجنوب يعني مثل العمارة البصرة. اليوم نعم. اليوم انت ايضا رئيسة جمعية عاشور بني بال، يعني اهم نشاطاتك انت شو النشاطات اللي قدمتي يعني في الزمن الماضي والان؟ اكيد احنا في الماضي كان سياسة الجمعية تختلف قليلا، لان كانت محددة، الجمعيات والاتحادات كانت محددة موجودة في العراق، ولكن بعد 2003 بوجود المجتمع المدني وتوسعه شوية اختلف العمل. يعني سابقا كنا احنا في كل ثلاثة عندنا محاضرة خاصة في موضوع خاص، طبعا بكل مواضيع المختلفة يعني الشعر، الفن،
التاريخ، علم النفس، الباراسيكولوجي. حاليا صار السياسه اكثر غالبه على اغلب نشاطات المؤسسات، يعني سياسه تنميه بشريه، اعلام. من خلال تواصلك مع كافه الاقليات، كيف تنظري المرأة، مرأة من مكونات الاقليات العراقيه، يعني ماخذ دورها حال باقي؟ لا اكيد، انا سبق وقلت لك يعني المرأة العراقية بشكل عام هي مهمشة، حتى في مؤسسات الدولة، في المراكز التنفيذية، فما بالك اللي هي من أقلية. طبعا اكيد هي المسيحية ايضا هي متضررة، لان اكو تهميش واكو اقصاء، فاحنا نتمنى انه يعني تكون اكو عدالة في توزيع المناصب، توزيع التعيينات. يعني مثلا من اكو فصل معين، اكو استقالة معينة، يسدها المكون، مثلا يسدها وحدة من بنات المكون أو حتى شباب المكون، يعني يسدون هذا الفراغ في الدوائر على اعتبار هذا تمييز إيجابي. يعني اليوم أنت يعني من خلال ولادتك حسب ما أعرف في زاخو مو في دهوك؟ أنا يعني برواري بالا. برواري يعني يتواجدون في مناطق في زاخو في دهوك؟ برواري بالا نعم. وين يتواجدون أكثر شيء؟ في مناطق أهل يعني؟ إيه؟ لا الأهل مو في دهوك، الأهل في بغداد، وهسا حالياً قسم تهاجروا يعني. السجي ناصليو رئيس جمعية أشرباني بلوى، عضو في شبكة تحالف الأقليات. شكراً 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 جزيلاً. مشاهدين الأعزاء، متواصل وياكم خلال برنامجكم برنامج جذور من قناة العراقية. مستمر وياكم خلال برامجكم جذور، وايضا نلتقي مع احد الشخصيات والناشطين البارزين من اخواننا الكرد الفيليه، هو الاستاذ طالب نوروز الفيلي، نائب رئيس شبكه تحالف الاقليات. واليوم اكيد راح نتحدث بيوم العالمي لحقوق الانسان. اهلا وسهلا بك استاذ طالب. اهلا وسهلا استاذ جاسم. استاذ طالب نوروز، انت شخصيه بارزه من الاخوان الكرد الفيليه، وايضا ناشط، وايضا نائب رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية. اليوم خلينا نتحدث عن هالاحتفالية الجميلة بمناسبة يوم العالمي. شاهدنا أكثر المكونات العراقية كانوا متواجدين في الاحتفالية. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، شبكة تحالف الأقليات العراقية دابت على الاحتفالية بمناسبتين، اليوم العالمي لحقوق الأقليات ويوم التنوع العالمي اللي صادف يوم 20/5. شبكة تحالف الأقليات العراقية شبكة تضم كل الأقليات العراقية من أقصى كردستان إلى جنوب البصرة. حقيقة هذا اليوم هو يوم الإعلان العالمي لحقوق الأقليات العرقية والإثنية والدينية، وحرصت شبكة تحالف الأقليات باليوم العالمي هذا بأن يكون مناسبة دائما تكون حريصة على إحيائها. حقيقة أول سنة أحييناها في بغداد، السنة الثانية أحييناها في كركوك، بعدين أحييناها في سهل نينوى، وهي السنة الرابعة احنا حييناها في بغداد ايضا، ومستمرين كشبكة تحالف الاقليات العراقية وملتزمين باحياء هذا اليوم العالمي لحقوق الاقليات. اوكي استاذ طالب، ايضا نتحدث عن اخواننا الكرد الفيلية. الكرد الفيلية من هم الكرد الفيلية؟ وين يتواجد الكرد الفيلية؟ حقيقة الكرد الفيلية هي بقايا حضارات الايلاميين والكيشيين، وممتدة مناطقهم من جبال زاغروس الى كردستان العراق، وتواجدهم هسه بالعراق وموجودين في بغداد وديالة وواسط وجنوب العراق، حتى عندنا 40 عائلة كرد فيلية في الفاو. الكرد الفيلية هو شعب انصهر بالمجتمع العراقي، منطقة الجغرافية ممتدة من الشمال إلى الجنوب،
حقيقه يشترك ويا الاخوه الباقين بالديانه والمذهب، والارض هم من يشترك وياهم، ولكن احنا ككرد فيليه نطمح بانه يكون ان تمثيل حقيقي بالحكومات اللي راح تجي ان شاء الله. هلا كردي الفيليه مثل ما ذكرت يعني متواجدين في محافظه ديالى والكوت والصويره وزرباطي، ايضا خلينا نعرف ايضا اهم المهن والحرف الاخوان الكرد الفيليه. تعرف جنابك والمشاهد الكريم، الكرد الفيلية كانوا هم مسلمين عصب التجارة العراقية، وهم مؤسسين غرفة تجارة بغداد، وعملوا أعمال حرة هواية عندهم، وأعمال السجاد عندهم، وهواية أعمال يدوية حال حال الشعوب الأخرى، ونشترك إحنا ويا الآخرين هم بنفس الأزياء، تقريبا يختلف شوية من وإلى تقريبا. أيضاً لغة خاصة أو لهجة خاصة؟ لهجة خاصة، هي مفردات إحنا خاصة بيننا وبين أخوة، تعرف اللهجات هي إحنا ننتمي إلى اللهجة اللرية، وعندنا إحنا السوران وبادنان، وعندنا اللهجات الأخرى همنا، ولكن بيها مفردات تختلف عن اللهجات الأخرى. هل عندكم مناسبات خاصة مثلاً؟ حقيقة إحنا كمناسبات نختلف في أغلب المكونات، إحنا كأكثر مناسبة نهتم بها وعيد النوروز اللي هو يصادف 21 آذار، وتقريبا أكثر الأخوان من يشتركون ويانا بهذه المناسبة، وعندنا مناسبة أخرى 4/4 يوم الشهيد الكرد الفيلي، وعندنا مناسبة 31/3 اللي هو يوم افتتاح النصب شهداء الكرد الفيليين في بغداد. اليوم أنت من تحدث عن أخواننا الكرد الفيلية اللي تاريخهم جذورهم، يعني خلينا نعرف اليوم ايضا يعني جذورهم ممتده يعني من يا من يا من يا دول او عصور مثلا هم يعني بهذا الموضوع عن الكرد الفيلي. تواجد الكرد الفيلي حقيقه للاسف هذا التقسيم اللي الاستعمار اللي سوا بين العراق وبين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه كان الخاسر الاكبر، واحنا ككرد فيليه انقسمت مناطقنا لانه بالاصل هي ايلام وكرمانشاه وخوزستانيه عراقيه، فمن انقسمة صاروا عندنا أبناء عمومتنا بالجانب الإيراني وإحنا بالجانب العراقي. شكرا لك أستاذنا العزيز أستاذ طالب نوروز الفيلي نائب رئيس شبكة تحالف الأقليات، إن شاء الله نتواصل وياكم في مع كل مكونات العراق في عموم محافظات العراق أيضا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء أكيد مستمر وياكم خلال برنامجكم جذور، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء مستمر وياكم خلال برنامجكم جذور، مثل ما تعرفوا اليوم اكيد حلقتنا حلقه خاصه بمناسبه اعلان حقوق الاقليات، ايضا التقي مع شخصيه بارزه واحد الشيوخ المعروفه في قضاء سنجار الحبيبه التابع محافظه نينوى، التقي مع الشيخ والناشط الاستاذ سعيد مندو احد الشيوخ المعروفه في قضاء سنجار. اهلا وسهلا بك شيخنا العزيز. وبيك اكثر استاذ جاسم. اهلا وسهلا بك شيخنا العزيز. خلينا نتحدث عن قضاء سنجار، كونك انت ابن سنجار واحد الشيوخ المعروفه، قضاء سنجار. استاذ جاسم، قضاء سنجار احد من القضاء القديمه في الدوله العراقيه العريقه، فقضاء سنجار اكثريتهم من الابناء القوميه اليزيديه، تقريبا 85% من ابناء القوميه اليزيديه و10 من اخواننا العرب وخمسه البقيه من بقيه المكونات من الكرد والمسيحيين والتركمان والبقية القومية والطوائف الموجودة. نعم. دكتور شيخنا العزيز، احنا اليوم نتحدث عن قضاء سنجار، مثل ما تكلمت اكثرهم الاخوان اليزيدية، ايضا متواجدين اخوان العرب في قضاء سنجار، ممكن نعرف النواحي او القرى التابعة سنجار المعروفة. قضاء سنجار ناحية سنوني ناحية قيروان، واكو بعد من المناطق اللي تابع سنجار حاليا اداريا تابع قضاء بعاج من الايزيديه. فاحنا ككلدنا كاخوه منذ القدم مو من. نعم. اهم العشائر الاخوان الايزيديه، شنو اسماء العشائر موجوده في قضاء؟ اسماء العشائر الايزيديه والقبائل القبائل والعشائر اللي موجوده بكثره استاذ جاسم. نعم. يعني هسه اقدر اذكر يعني كثير منهم. ف الاكثر شهوما منهم قبائل عشائر معروفه يعني الايزيديه. نعم. كبيت بيت حمو شرو، بيت داود داود، بيت شيخ خلف، بيت اسماعيل احمد متو السموقه، بيت اكو كثير من العوائل العريقه، وعشيره كوركوركا، عشيره
يعني حسب ما اعرف البعشقي يتحدثون باللغه المصلاويه، انتم تحكون باللغه الكرديه صح؟ احنا استاذ جاسم مو اللغه الكرديه، اللغه اليزيديه. اللغه اليزيديه لحد الان الاخواننا اليزيديين اللي موجودين في دوله روسيا وارمينيا يذكرون يعني ايزيدكي، يعني اللغه اليزيديه. اوكي، اللغه اليزيديه موجوده ومحترفه من قبل دولة أرمينيا، حاليا في دولة أرمينيا وروسيا وحتى في العراق منذ القدم، يعني كلغتنا موجودة اللغة اليزيدية. وين يتواجدون اليزيدية؟ في الموصل وفي الدول باقي الدول؟ أكثر التواجد اليزيدي موجود في العراق وبالأخص محافظة نينوى. نعم، وين؟ بسنجار. أكثر شيء بسنجار، نسبة تقريبا قرى تابعة الكيف. أستاذ جاسم 75% من اليزيدية بسنجار و 25% في مناطق شيخان وبقية المناطق. وفي الدول؟ في الدول يعني نسبة قليلة بعد هاي أنت تعرف يعني اللي صارت النزوح. اللي صارت النزوح وهذا كان أكو هجرة أكثر من 150,000 يزيدي هجر إلى دول العالم. بس إذا يرجعون النازحين إخوان من خارج العراق اليزيدي مثلا في سنجار أو في مناطق يا بعد؟ استاذ جاسم اليزيدية يتمنون يرجعون، يعني يرجع الأمان ويرجع إلى بيوتهم، وكثير منهم دا يتصلون بنا، يعني هم مقهورين على يعني على سكانهم على مناطقهم، وبالأخص يعني العراق يعني اليوم احنا نطلب من الحكومة اهتمام أكثر وحماية أكثر للأقليات خاصة في سنجار. الأقليات حاليا استاذ جاسم اكو اهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء. كان زيارة دولة رئيس الوزراء لكم، كيف كان زيارة لكم القضاء سنجار؟ زيارة جيد جدا، وقبل فترة دعونا وفد التقيت برئيس الوزراء، كيف كان هذا اللقاء؟ اللقاء جيد جدا، وعطانا عهد ان شاء الله نبدأ من سنجار، يبدأ من سنجار ويرجع الأمان والاستقرار لمناطق اليزيدية، وحصرا السلاح بيد الدولة، ونحن مشكورين من دولة رئيس الوزراء، وإن شاء الله على كافة العراق الأمان والاستقرار على كافة العراق. هم عيادكم، هم عيادكم شيخ أستاذ، هم عيادنا عيد الصوم وعيد رأس السنة، هذولا نعم. العيد وعيد الكبير، يعني نعم. ثلاث أعياد عندنا، يعني مثل ما أقول أقدس عيد، كل الأعياد مقدسة، بس هذول الثلاثة يعني كل الإيزيدية. عندكم صيام أكثر، يمكن الصيام أيضا صومون كذا كم يوم؟ صيام ثلاثة أيام ويوم الرابع عيد. عيد. هذا يعني على كل الإيزيديين، يعني الفرض، يعني اللي يقدر يصوم ويوم الرابع عيد. إحنا جدا سعداء جدا. شيخ سعيد مندو أحد الشيوخ المعروفين في قضاء سنجار، نلتقي وياكم قريب إن شاء الله في سنجار. إن شاء الله. شكرا أستاذ جاسم، مشكورين جدا. إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء مستمر وياكم خلال برنامجكم جذور، وابقوا ويانا يعني. أحلاها خيمتنا، خيمتنا العراقية، كرد عرب ويا ويا الأقلية. أحلاها خيمتنا، خيمتنا العراقية، كرد عرب ويا ويا الأقلية. أشوري وأرمني مشاهدينا الأعزاء. بعد ما سلطنا الضوء على يوم العالم لحقوق الأقليات وتحدثنا مع الشخصيات من المكونات والأقليات العراقية من خلال برنامجنا برنامج جذور، وإن شاء الله تواصل وياكم في حلقات قادمة مع المكونات العراقية في عموم محافظاتنا العراقية. كان وياكم في الإعداد والتقديم أنا جاسم حيدر، وفي الإخراج علي حميد. نقول لكم إلى اللقاء، مع السلامة.